الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام أينما كنتم. موضوعنا اليوم هو إعجاز علمي يحدث الآن، نبأنا الله به في القرآن قبل 1400 سنة، يحصل عند ظهور المهدي الأخدود العظيم أو الواد المتصدع. معنى كلمة أخدود شق مستطيل غائص في الأرض، تخلفه السيول والمياه ومياه الأمطار أو أخدود في طريق. هذا الأخدود هو بالضبط ما يعرف بالوادي المتصدع الكبير أو الأخدود الأفريقي العظيم، ويطلق عليه أحيانا الشق السوري الأفريقي أو حفرة انهدام السوري الأفريقي، وجميعها من أسماء الشائعة لصدع جيولوجي يمتد في غرب آسيا وصولا إلى شرق أفريقيا، من جنوب تركيا إلى الشمال، عبر بلاد الشام والبحر الأحمر وخليج عدن وحتى زيمبابوي في الجنوب. في كينيا ينفصل الصدع إلى جناحين يصلان إلى زيمبابوي شرقي الجنوب الأفريقي. يشار إلى هذا الصدع بأسماء عدة: الشق السوري الأفريقي، الأخدود الأفريقي العظيم، الانكسار الأفريقي العظيم، الصدع الأفريقي، وغيرها من الأسماء. طول الصدع أكثر من 6000 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 27 كيلومتر، ويبلغ ارتفاعه 1170 متر فوق سطح البحر في أعلى نقطة له قرب مدينة بعلبك اللبنانية. أما في البحر الميت فيصل إلى أعمق نقطة له، عمقها أكثر من 400 متر تحت سطح الأرض، أدنى الأرض، يعني تلك البقعة هي أدنى الأرض، وهي أعمق نقطة يابسة على سطح الكرة الأرضية. هذه مقدمة لتعلموا ما معنى الصدع، الواد المتصدع، ما معنى الأخدود الذي ذكره القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هذا يعني أن هذا اليوم وهذه الصورة تحدثنا عن المستقبل وليس عن الماضي كما يدعوا. كلما عرفوا شيئا من الإسلام يذكرهم ويدينهم إلا وقلبوه وجعلوا له قصصا وروايات أخرى لا تتماشى إطلاقا مع القرآن. والسماء ذات البروج، ما معنى البروج؟ هي البروج في السماء، نجوم يسميها العلماء بروج، وهي برج الحوت والدلو إلى غيره 12 برجا، وهي حدود السماء الدنيا الأولى يعني. واليوم الموعود، يوم مرتقب قادم لم يكن قد مضى لكنه منتظر يرتقبه المؤمنون كعذاب للكافرين. وشاهد ومشهود، فالشاهد لا يكون إلا شاهدا على الأمة، وهو الإمام المهدي الذي أشار إليه القرآن على أنه شاهد من رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام. أفمن كان على بينة من ربه، ما هذه البينة؟ هي القرآن، ويتلوه شاهد منه، يعني الذي عنده علم الكتاب هو الإمام المهدي، ويتلوه يقرأه وهو الإمام المهدي، ومن قبله كتاب موسى كما يقرأ كتاب موسى ويخاطب به العالم، يخاطب العالم بالقرآن والتوراة، ومن قبله كتاب موسى كما يتلو التوراة وهو إمام ورحمة. ولذلك قال: إماما ورحمة أولئك الذين كفروا أولئك يؤمنون به. من هم أولئك الذي أشار الله إليهم؟ من هم الذين كفروا بمحمد
عليه وآله الصلاة والسلام سيؤمنون بالمهدي، سيؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم. من هم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؟ هم العرب الذين كفروا بعبادة الله في منتهى الإسراء وأقروا حج الجاهلية. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وسيتبين للمسلمين والعالم أنهم كفروا بالقرآن، ولذلك يدعوهم اليهود والمسيحيين، يدعو المسلمين كفار. لماذا كفار؟ لأنهم لا يعبدون الله. وكذلك يدعو المسلمين اليهود والمسيحيين كفار. لماذا؟ لأنهم لا يعبدون الله في قدسه، فاجتمعوا مع بعضهم في عبادة إبليس وتركوا عبادة الله في الأرض المقدسة. ألا لعنة الله على الظالمين؟ من هم الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله، طريق الإسراء والخروج إلى قدس الله، ويبغونها عوجا، أرادوها في مكة وفي فلسطين، وهم بالآخرة هم كافرون. قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، دعا الله عليهم بالقتل وسماهم أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، يعني دعا عليهم بالقتل وبين ما معنى الأخدود، فقال النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود، ما هذا الأخدود يا ربي؟ إنه النار ذات الوقود. وقال إنهم عليها، أي فوقها قعود، يقيمون عليها الآن ولا يعلمون أن تحتهم جهنم، وهو نفس المعنى الذي قاله الله في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني أنهم فوقها وهي تدور بهم بالوادي المتصدع. الآن يظهر هذا الوادي المتصدع ليروا جهنم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون. يعني العذاب من فوقهم، بماذا سيكون هذا؟ بالبراكين، نعم، ومن تحت أرجلهم خسفا وبراكين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. يعني لو خرجتم من عبادة الأصنام في مكة إلى عبادة الله في أورشليم ترشيش تونس، ما أصابكم هذا الوباء، وما كنتم في الهاوية التي سيحولها الله إلى جهنم لتستقل الأرض بها عن الشمس. وهذا بيان للمؤمنين الذين هم فيها ليهربوا منها إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، مركز عبادة الله، أوسع الأرض، أوسع الأرض إفريقيا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. وأكد القرآن مع هذا الأمر ستكون طائفة من المؤمنين تقتل، وما ذنبهم إلا إيمانهم، وهؤلاء هم الفلسطينيين الذين يعانون الآن، الذين يعذبون على مرأة من العرب، لا بل بتزكية منهم لأنهم اتبعوا إخوانهم الشيعة، وذلك لقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وليبعد العرب هذا الأمر عنكم، قالوا إن أصحاب الأخدود هم قوم النصارى، ومن العرب وتحديدا في نجران، وما آمن العرب بأية رسالة حتى يكون منهم مؤمنون، وما وجود اليهود والمسيحيين قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية إلا لانتظار المنقذ رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام، الذي جعله الله حدا للتعذيب المسيحيين الأريوسيين الموحدين من القتل والحرق وافتراس الوحوش. هذا وإنما يجري الآن من انسحاب مياه البحر
ما هو إلا تهيئة للخصم الذي تنبأ به القرآن. وهذا الأمر هو أمر سيحول الله فيه الأرض حتى تختفي بحارها، فلن تجد بحرا على الأرض، فكل مياه البحر ستبتلعه الهاوية. ولذلك سيكون فتح رومية كما قال رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام من تونس إلى روما سيرا على الأقدام، وليس أمامنا بحر. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. سأل العرب رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام وقالوا له ائتنا بآيات مثل موسى وعيسى عليهما وآلهما الصلاة والسلام، فقال لهم الله ورد الله عليهم أن كل تلك الآيات ستأتي زمن الإمام المهدي، وسترون الآيات وسترون آيات الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بعدما يمحو ما فعلتم من الإسلام مما نسبتموه للإسلام باطلا سيمحوه الإمام المهدي. وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ أليس العرب؟ لست مرسلا، من قال لرسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام لست مرسلا؟ أليس أهل مكة؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الإمام المهدي عليه السلام. هنا يتبين لكم بالدلائل القرآنية والعلمية أنهم يكذبون عليكم في كل شيء، وأنهم ما آمنوا بالإسلام يوما ولا اتبعوا القرآن يوما. ولذا عليكم التبرؤ منهم والبحث عن دينكم في القرآن، فإن رسالة الإسلام ستظهر الآن وستوحد البشرية، كل البشرية بدين واحد الذي هو الإسلام الحقيقي، وليس الإسلام الشيعي أو الإسلام السني، بل الإسلام ملة إبراهيم التي لا تخلف عهدا، التي ما أنزلت إلا في القرآن ليوحد بها الله كل البشرية أمة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.